حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. نفى عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي وجود أي زيادة برواتب الموظفين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023. وفيما يتعلق بتعديل سلم رواتب الموظفين، أوضح المالكي أن المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة في القطاع العام أعطت لمجلس الوزارة صلاحية تعديل جدول الرواتب لغرض الزيادة فقط، أما تعديل المخصصات الممنوحة بموجب القوانين أو إنقاص رواتب بعض الفئات من الموظفين فهذا الأمر لا بد من عرضه على مجلس النواب. أكد النائب كاظم الفياض صعوبة التعامل مع موازنة لثلاث سنوات متتالية بوضع مالي واقتصادي مضطرب في العراق. قال النائب الفياض إن إقرار الحكومة موازنة لثلاث سنوات أمر غير واقعي في ظل ما يعيشه الاقتصاد العراقي من ضعف نتيجة اعتماده على مورد واحد وهو بيع النفط. ألقت وزارة الزراعة بمسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم في السوق السوداء أو في السوق المحلية على سعر صرف الدولار ومربي المواشي. وقال مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وليد محمد رزوقي، قال إن هناك أسبابا رئيسة وراء ارتفاع أسعار اللحوم: الأولى انخفاض قيمة الدينار، والثانية قلة المعروض في السوق لرفض المربين طرح حيواناتهم للأسواق لامتلاكهم علفا في مزارعهم بالمجان يعوضهم عن الشراء. كشف ناشطون في البصرة أن تكلفة تنظيف كورنيش شط العرب بلغت أكثر من 1.5 مليار دينار. وبحسب وثيقة صادرة من محافظة البصرة بتاريخ 14 من شهر شباط الماضي، فقد أحالت المحافظة مشروع تنظيف كورنيش شط العرب لسنة واحدة فقط بمبلغ مالي قدره 1.539 مليار دينار إلى شركة سهل العراق، وهي ذاتها الشركة المنفذة للمشروع في واحد من ملفات الفساد الحكومي في البصرة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول بلغت 5,423,000 برميل يوميا، منخفضا بشكل طفيف بمقدار 4,000 برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه، مضيفة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 144,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بأكثر من 200,000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.